السؤال الاولاني كان فيه كلام كتير جدا واستياء كبير جدا وهمز ولمز على مروان محسن لاعب النادي الاهلي. رمضان مروان للاسف يعني احنا بنحاسبه بصراحه كلنا منيب على، وده طبيعي ان الناس تحاسب المهاجم النادي الاهلي على عدد الاهداف اللي جابها وعدد الفرص اللي بيضيعها وعدد والاداء اللي بيقدمه المهاجم، وده ضغط طبيعي على المهاجمين. أي. وده لو مهاجم ولاعب النادي الاهلي تحديدا لازم يبقى عليه الضغوط دي مهيب، وجه في وقت كان بيضيع فرص وبيضيع، فالضغط اللي هو بيتعرض له ده هيخليه كويس، هيخليه انه يقدر يشتغل بتركيز اعلى ويخلق منافسه بينه وبين المهاجم الثاني اللي موجود في النادي الاهلي. فانا اشوف ان ده طبيعي كله، يعني النادي الاهلي اللاعب اللي بيدخله ايوه بس الناس مزوداه شويه، لا يعني في زياده شويه. بص بقى في الزمن بتاعنا وزمن السوشيال ميديا انت عارف يعني الموضوع اوفر شويه، الناس ما بتفوتش حاجه، الناس ما بتفوتش حاجه. اللي يعمل تصرف كويس بيلاقي جزاء واشاده واشاده كبيره جدا، واللي بيعمل حاجه مش عاجبه الناس برضو بيسمع كلام مش هيبسطه اكيد بالقطع. يعني هي ماشيه بالقطع. انا انما يحسب لمروان القتال والاداء اللي بيحاربه، انما في النهايه انا بقول لك انا بحاسبه على انه مهاجم، مهاجم فرود للنادي الاهلي، جاب كام جول وضيع كام جول وصنع كام فرصه وقدم اداء ايه هو، وده ضغط طبيعي يعني. انا ده ما يزعلوش ولا يزعله من حد ابدا، ده الانتقاد ده لازم يبقى ايجابي، انت عارف لعيب الكوره دايما تحت العين وتحت المنظار يا مهيب. ايوه فانا احنا كلنا عايزينه يبقى كويس ويبقى هداف الدوري ويساعد النادي الاهلي في تسجيل اهدافه. طيب نخش